فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: يكثر عندنا أهل البادية والعوام، كيف نعلمهم أمور دينهم وبماذا نبدأ؟ يكثر عندنا أهل البادية والعوام، يقول كيف نقوم بتعليمهم وبماذا نبدأ؟ علموهم الصلاة، الوضوء والطهارة، وعلموهم الصلاة، هذا ضروري لهم. تعلمونهم الوضوء والطهارة، وتعلمونهم الصلاة وأحكام الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وأهم شيء العقيدة، تعلمونهم العقيدة الصحيحة ولو بطريقة مختصرة، تنهونهم عن الشرك وعن البدع وعن... نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.